استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو مرة أخرى ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا. يعد هذا الفيتو هو الثالث للولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي رفضا لوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة. والآن أطرح مشروع القرار على التصويت. الرجاء من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة حاملة الرمز S شارطة 2024 شارطة 173 أن يرفعوا أيديهم. المعترضون. الممتنعون. نتيجة التصويت هي على النحو الآتي: 13 صوت مؤيد، صوت معترض، وصوت ممتنع. وبالتالي لم يتم اعتماد مشروع القرار بسبب التصويت السلبي من أحد الأعضاء الدائمين في المجلس.